مساء الخير. السلام عليكم. معكم سامي يوسف، جينيفر ايزلي تابينج فور مي. النهارده حابب اكلمكم واقول لكم على حاجه جميله قوي، بمناسبه طبعا افتتاح فرعنا الثاني في ويسكانسن لمؤسسه تابينج فور مي. عملنا منحه، والمنحه دي هتكون فيها تقريبا حوالي 11 كورس وميبي مور، او هتكون اكتر من كده كمان. الكورسز دي كلها هتتكلم على نظم تطوير الذات، عايزكم معايا فيها باذن الله ونشتغل فيها مع بعض، لانها هتكون فيها حاجات كتيره جدا تحفيزيه تعليميه، ازاي نعرف نخطط، ازاي نعرف نشتغل، ازاي نعرف نحط بلانز، ازاي نعرف نحدد احنا عايزين ايه ونحدد اهدافنا مع بعض. خليكم معانا، تابعونا على صفحه تابينج فور مي على الفيسبوك، وتابعونا على الموقع www.tabbingforme.com. في منح كتير ان شاء الله، وكلها كورسات فور فري، كلها مجانيه. عايزكم معانا، وان شاء الله مع بعض نعمل حاجه كويسه. اشوفكم على خير، شكرا لكم.